أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين أن الأردن تميز بحرصه على الحضور الدائم والمشاركة المنتجة في فعاليات واجتماعات قطاع الإعلام والاتصال مجلس وزراء الإعلام العرب ونقل تجاربه الوطنية الناجحة للأشقاء العرب لحرصه على التبادلية والتشاركية كأسس للعمل العربي المشترك. وأكد المبيضين خلال كلمة له في فعاليات الملتقى الإعلامي العربي والملتقى الأول للمؤثرين وصناع المحتوى أن وزارة الاتصال الحكومي ماضية بالتنسيق مع قطاع الإعلام والاتصال والأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب لتعاون أكبر وتنسيق أوسع وجهد تشاركي تكاملي يبنى على المنجز ويعزز التعاون العربي الإعلامي. ويركز الملتقى على دور صناع المحتوى في مواجهة خطابات التطرف ونشر الوعي وأهداف التنمية المستدامة والتحديات التي تواجه الإعلام العربي وصناعة التأثير في المشهد السياسي العربي والدولي، إضافة للأمن السيبراني وحماية المواقع والمنصات العربية من الاختراق. ويستمر الملتقى على مدار 3 أيام، حيث تغطي جلساته وفعالياته محاور يسعى المؤتمرون لتحقيقها على المدى القريب. نلتقي على أرض الأردن استمرارا لدوره العظيم في فتح الأبواب لكل ما من شأنه خدمة وتعزيز العمل العربي المشترك، وفي أولويته التعاون الإعلامي العربي بحثاً عن القضايا الراهنة في الإعلام، وتعزيزاً لدوره في بناء الشراكات وبناء الاستقرار والتنسيق وتطوير التكامل الذي يحقق لنا في الدول العربية المزيد من التفاعل والانسجام عبر مجلس وزراء الإعلام العرب. وإننا إذ نقدر لجامعة الدول العربية اختيارها للأردن لعقد الاجتماعات الحيوية المدرجة على جدول أعمال المجتمعين، لنثمن الجهود المتميزة والتنظيم الرفيع والتنسيق المتواصل الذي قامت به وتقوم به باستمرار الهيئة العربية للبث الفضائي ممثلة بمديرها الأخ محمد العضايلة، لتسهيل مشاركة الأشقاء العرب وإنجاح عقد هذه الاجتماعات التي تضاف لسلسلة من الاجتماعات والفعاليات المنضوية تحت مظلة مجلس وزراء الإعلام العرب. ودأبت المملكة الأردنية الهاشمية على استضافتها إيماناً بدورها في باكورة الإعلام العربي والجهد المشترك لخدمة التعاون العربي الفاعل والمنتج. لقد تميز الأردن دائماً بحرصه على الحضور الدائم والمشاركة الفاعلة والمساهمة المنتجة في فعاليات واجتماعات قطاع الإعلام والاتصال لمجلس وزراء الإعلام العرب، ودأب على المبادرة في نقل تجاربه الوطنية الناجحة والمؤسسية للأشقاء العرب إيماناً من عضويته الفاعلة كدولة مؤسسة في جامعة الدول العربية ومن منطلق قناعاته العروبية الخالصة، واستناداً لحرصه على التعاون العربي المشترك. ولطالما كانت العلاقة المتميزة التي تجمع المملكة عبر وزارة الاتصال الحكومي بقطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية نموذجاً منتجاً، نجد أنفسنا اليوم تحت مظلة إحدى ثماره. وكان الأردن داعماً لكل جهد عربي إعلامي ومبادراً لكل ما هو خلاق في مجال الإعلام العربي المشترك، مقدماً مبادرات ومساهماً في نقاشات ومستضيفاً لفعاليات لتكون إضافةً وقيمةً تصب في بوتقة التعاون العربي وتعظيم المشتركات الإعلامية وتعزيز المشاركة والتشاركية للتكيف مع التطور الإعلامي ومواكبة التغلب على التحديات التي تفرزها العولمة الإعلامية والثورة المعلوماتية والتصدي لمخاطر تستهدف الوعي العربي والمعلومة والمعرفة. وبالتالي ما من شأنه تهديد ثقافة الأجيال الصاعدة وفكر النشء وتستنزف طاقاتهم في هوامش لا بد من التغلب عليها والاتجاه بها نحو العمل المنتج.